السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو إن شاء الله ليكتور الوحدة الأولى الأسبوع الثالث. لوبجيكتيف الهدف ديجاجي لي كاركتيريستيك دان تكست، يعني نستخرج مميزات نص. اون افون لا سانكيام اني، إلى الأمام المستوى الخامس. إذا هاد الصفحة هذه هي الصفحة رقم 8. ليكتور كيس كان تكست، ما هو نص؟ هاد السؤال هذا سنجيب عنه في آخر الحصة. Au départ d'une course, هذا العنوان ديال النص الذي سنقرأ. قبل قراءة النص سنجيب عن الأسئلة j'observe et je découvre، لأنها كتكون قبل القراءة. Avant la lecture، قبل القراءة j'observe et je découvre، ألاحظ وأكتشف. Quel est le titre de ce texte، ما هو عنوان هذا النص؟ كيف ما شفنا بأن العنوان ديال النص هو au départ d'une course، عند انطلاق سباق، هذا هو العنوان ديال النص. au départ d'une course، عند انطلاق سباق. La deuxième question، observe l'image، لاحظ الصورة. غادي نشوفوا الصورة. De qui s'agit-il، où se trouve-t-il، يعني بمن يتعلق الأمر وأين يوجد. إذن إلا شفنا هاد الصورة هادي، فهي كتمثل واحد الصورة ديال عداء أو متسابق، عداء أو متسابق، وكاين فين كاين؟ كاين في الحلبة ديال السباق. إذا ممكن أننا نكتبو il s'agit d'un coureur، يعني يتعلق الأمر بمتسابق أو عداء. il se trouve، يعني يتواجد sur une piste de course، يعني هو كاين فواحد الحلبة ديال السباق. Il se trouve sur une piste de course. La troisième question. Que va faire le garçon en maillot jaune? القميص الاصفر، ماذا سيفعل؟ اذا كيف ما كنلاحظوا بانه يستعد للسباق، يعني هو في هذه الحاله هذه يستعد للسباق. اذا غادي نكتبوا il se prépare à prendre le départ de la course، كيستعد باش ياخذ الانطلاق ديال السباق. Il se prépare à prendre le départ de la course. هذه la troisième question. D'abord, ممكن أننا نقرأ le texte. Au départ d'une course، عند انطلاق سباق. Aux premières heures، هنا الساعات الأولى، ولكن هنا ما كتعنيليش في الساعات الأولى، ولكن كتعنيلي البدايات الأولى. أو بخوميييغ زوغ دو لاتليتيزم، لاتليتيزم هو ألعاب القوى، إذا يعني في البدايات الأولى ديال ألعاب القوى، يعني في القديم، يعني منين يلاه بدا هاد لاتليتيزم هذا. لي كوغوغ، المتسابقون، كروزي، كيحفرو دي بوتي ترو، كيحفرو واحد الحفر أو ثقوب صغيرة. دون لو سول، في الأرض. أفان دي أنفونسي، باش يدخلو لوغ بيي، باش يدخلو فيها الرجلين ديالهم. أفون لو ديبار، يعني قبل الانطلاق. هادشي كيديروه باش ميزلقوش، يعني كيحفرو كيدخلو بحال كيديرو رجليهم، كيتبتو رجليهم باش مكيزلقوش منين كيبغيو ينطلقو. اجوردوي، هاد اجوردوي ما كتعنيناش اليوم، ولكن كتعنينا في الحاضر، لان هنا كاينه مقارنه ما بين الماضي او بروميير زور، يعني في البدايات الاولى ديال الاتليتيزم، وما بين الحاضر، يعني في الوقت الحالي. اجوردوي لي سبرينتور، غادي كنقراوها. لي سبرينتور هما لي كوغور، هما المتسابقون. لي سبرينتور اوتيليز، كيستعملوا دي بلوك فيكسي، كيستعملوا واحد هادو ديال الخشب، كيكونوا مثبتين في الارض، فيكسي اوسول. علاش كيديروهم لهم؟ كيديروهم لهم باش ما يزلقوش، يعني في بلاصه ما كيبقاو يحفروا وكيضيعوا الارض، كيديروا لهم هاد لي بلوك فيكسي هادو، كيتبتوهم وما كيزلقوش، وفي نفس الوقت ما كيضيعوش الارض. اوسول افان دو نو با اوندوماجي لا بيست، يعني باش ما يضيعوش ولا باش ما يخسروش الحلبة ديال السباق. افان دو نو با اوندوماجي لا بيست. Lorsque le starter، عندما هذاك لو ستارتور هو الشخص الذي يعطي الانطلاق ديال السباق. هاد الكلمه هذه فهي ماخوذه من الانجليزيه، داكشي باش كنطقوها هكذايا. لو ستارتور دي، يقول افو مارك، خذوا اماكنكم.
vos marques. خذوا أماكنكم. Les mains sont placées, l'idin qui kono moudouin, derrière la ligne de départ. يعني خلف خط الانطلاق. كيف ما كنشوفوا هنايا في الصورة. إذن هكا نشوفوا هاد العداء هذا. وضع اليدين ديالو خلف هذا هو الخط ديال الانطلاق. وضع اليدين ديالو خلف الخط ديال الانطلاق. Le pouce, l'ibham, et les autres doigts, ou l'asabع الأخرى, يعني الإبهام والأصابع الأخرى, forment un pont, qui يشكلوا لنا واحد الجسر أو قنطرة. La pomme, هي الكف ديال اليد أو الراحة ديال اليد, ne doit pas toucher le sol, يعني ما خصهاش تقيس الأرض, خصو يبقى داير يديه بحال هكا ما يحطهاش في الأرض. Ne doit pas toucher le sol. إذن هنا عاوتاني سي لو ستارتور وهذاك الشخص اللي كيعطي الانطلاقه هو اللي كيهضر هنايا كيقول لهم بري واش مستعدين لي كورور المتسابقون سو بونج اون افو يعني كينحنيو اولا كيميلوا للامام كينحنيو للامام سو بونج اون افون بري ا دوني مستعدين باش يعطيو ليلون جهد نيسيسير ضروري او ديبار ضروري للانطلاق عاوتاني هو هنايا كيقول لهم داك لو ستارتور كيقول لهم بارتي انطلقوا لي كورور سيلونس لي كورور سيلونس يعني المتسابقون كينطلقوا لا كورس اي لونسي السباق بدا غادي نوليو عاوتاني نديرو قراءه اخرى او ديبار دون كورس او بروميير زور دو لاتليتيزم Les coureurs creusaient des petits trous dans le sol afin d'y enfoncer leurs pieds avant le départ. Aujourd'hui, les sprinteurs utilisent des blocs fixés au sol afin de ne pas endommager la piste. Lorsque le starter dit « À vos marques !» Les mains sont placées derrière la ligne de départ. Le pouce et les autres doigts forment un pont. La pomme ne doit pas toucher le sol. Prêt ? Les coureurs se penchent en avant, prêts à donner l'élan nécessaire au départ. Partez! Les coureurs s'élancent, la course est lancée. D'abord, je lis et je comprends. De quel sport s'agit-il ما هي الرياضه التي يتحدث عنها النص او لا يتعلق بها الامر لان كيف ما كنشوفوا في النص كيف ما شفنا بان كاينه سي اون كورس ا بي يعني سباق على رجلين لان كاين سباق في السيارات على السيارات يعني كورس ا فواتور كاين كورس ا بيسيكليت يعني سباق على الدراجات اذا هنا عندي اون كورس ا بي il s'agit d'une course à pied. يعني يتعلق الأمر بسباق على الأرجل. La question numéro 5 où se placent les coureurs. يعني فين كيتموضعوا ولا فين كيتواجدوا المتسابقين. المتسابقين كيف ما شفنا بأنهم كيكونوا derrière la ligne de départ. Ils se placent. هنا ممكن نقولوا il avec s ou bien نقولوا les coureurs. Les coureurs se placent ou bien ils se placent derrière la ligne de départ. يعني كيتواجدوا خلف خط الانطلاق. Ils se placent derrière la ligne de départ. دوزو la question numéro 6 qui donne le signal de départ. شكون اللي كيعطي الإشارة ديال الانطلاق qui donne le signal de départ شكون اللي كيعطي الاشاره ديال الانطلاق كيف ما شفنا في النص بان هذاك لو ستارتور هو اللي كيكون كيعطي الاشاره ديال الانطلاق دونك غادي نكتبوا سي لو ستارتور كي دون لو سينيال سي لو ستارتور كي دون لو سينيال دو ديبار يعني هذاك لو ستارتور هو اللي كيعطي الاشاره ديال الانطلاق
دابا غادي ندوزو جو لي اي جيكري اقرا واكتب ريبون او كيستيون اجيب عني الاسئله ا اكري لي 3 اكسبرسيون كي سيرف ا دوني لو ديبار نكتبو ثلاثه ديال العبارات اللي كنستعملوهم باش نعطيو الانطلاق اذا كيف ما كان كيقول هذاك لو ستارتور شنو قال لهم في الاول قال لهم افو مار كمن بعد قال لهم بري عاوتاني قال لهم بارتي اذا هادو هما العبارات الثلاثه اللي غادي نكتبو اذا غادي نكتبو افو مار في الاول قال افو مار يعني خذوا اماكنكم من بعد شنو قال لهم بري مستعدين واخيرا قال لهم انطلقوا بارتي ب دو كومبيان دو فراز اي كومبوزي سيت اكري يعني هادشي اللي كتبنا شحال فيه من 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 جمله ولا كتكون من شحال من جمله اذا هنا بحال اعتبروا بان هاد افو مارك هادي راها جمله بري جمله بارتي جمله دونك هنا عندنا 3 فراز De combien de phrases est composé cet écrit? On écrit 3 phrases. C. Si tu changes l'ordre des 3 dernières phrases, il est le tartib de la jumel hadou btlata. Est-ce que tu comprendrais la même chose? واش غادي تفهم نفس الشيء يعني الا بديت بارتي نقول لهم انطلقوا عاد من نقول من بعد نقول لهم بري واش مستعدين عاد نولي عاوتاني نقول لهم افو مارك يعني خذوا اماكنكم ما كيبقى لها حتى شي معنى الا بدلت الترتيب ديال هادو ما كتبقى لها حتى معنى دونك est-ce que tu comprendrais la même chose واش غادي تفهم نفس الشيء نو ما كنفهموش نفس الشيء الا بدلنا الترتيب ديال الجمل دي Souligne ce qui est vrai. Un texte est une liste de mots. واش النص هو واحد اللائحة ديال الكلمات يعني إيه كنحط كلمة حدا كلمة حدا كلمة حدا كلمة ونقول بأنني صوبت نص لا داك النص سيكون فيه دي فراز وداك لي فراز عندها واحد التسلسل منطقي وعندها معنى يعني باش عاد نقول بأنني صوبت نص ان تكست ايت ان انسومبل يعني النص هو مجموعة دو فراز من الجمل كي ان سونس اللي عندهم معنى نعم هذه صحيح اذا هنايا راه كنكونوا جاوبنا على كاس كان تكست شنو هو النص ان تكست هو مجموعه من الجمل اللي كتكون عندها معنى يعني في واحد الترتيب معين وفي واحد التسلسل منطقي هذا باش كنقولوا باننا صوبنا ان تكست ان تكست ايت ان انسومبل دو فراز كي ان سونس هذا هو الجواب الصحيح اللي غادي نسطروا عليه و ان تكست ايت اون ليست دو مو هادي خاطئه هكذا كنكونوا سالينا صفحه رقم 8 ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتم مازال ما اشتركتوش بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم شكرا على المتابعه ومع السلامه